بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلدي سؤال من بعض الناس، ويبدو أن أخت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الماضي كان من يريد أن يعالج قلبه ونفسه يذهب إلى شيخه فيصف له الدواء لأنه أعلم به وبحال نفسه وعيوبها. أما الآن فمن الصعب جدا أن يجد الإنسان شيخا له، وخصوصا الفتيات، فما البديل؟ الصعوبة موجودة بلا شك، أولا وآخرا. حتى في الزمان الماضي كانوا يرحلون إلى مسافات بعيدة، وانظروا إلى رحلة أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، شيخ أهل الطريق، المرشد للناس إلى الله سبحانه وتعالى. انظر، رحلة طويلة جدا، يرحل من أقاصي المغرب إلى العراق يبحث عن الأولياء والصالحين، ثم يعود بعد ذلك ويقال له إن الذي تطلبه أماء وأخوراءك، فيعود إلى المغرب فيجد عبد السلام بن مشيش رضي الله تعالى عنه. هذه الرحلة الطويلة، هذه السياحة الهائلة، آلاف الكيلومترات، وربما استغرقت يعني سنين، فالمشقة موجودة لأن التكليف موجود. فكما أن الله سبحانه وتعالى يعني يسر، يعني كما أن الأمور في الزمان الماضي كانت شاقة والشيوخ كانوا يعني كانوا كثير، الآن الشيوخ أقل صحيح، ولكن الوسائل متاحة أكثر، فيمكن البحث عن الشيوخ، ولكن لا بد من السؤال، ولا بد من السؤال أهل العلم الراسخين في العلم لنعرف الحقيقة، لأن الشباك المنصوبة حتى بالعمائم واللحى، حتى وربما وجدت عنده مؤهلا شرعيا ولكنه لا يتقي الله سبحانه، ليس عنده الأهلية، لا بد من سؤال العلماء الراسخين في العلم، ولا بد من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو ولينا، ولي من لا ولي له، فنلتجئ الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على أوليائه. الصعوبة قلت في الزمان الماضي موجودة، ولكن هذا الزمان كما يعني جاء في كلام الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله، يقول في آخر الزمان يسهل العلم. العلم هذا نوع من العلم، يوجد وسائل، يوجد واتساب، يوجد اتصالات رخيصة لا تكلف الإنسان، وربما أكثرها مجاني. هذا لم يكن، تعلمون، حينما كنا طلابا في المرحلة الجامعية لم يكن موجودا، وكنا نعاني ونبذل مبالغ كبيرة إذا أردنا أن نتصل، لذلك الاتصال كان بالنسبة لنا، هذا كان للمرفهين، لا يفعله كل واحد. الآن إذن هناك وسائل، ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ألف الإمام المتقي الهندي كتابا سماه رحمة ربي عند فقد المربي. هناك اتجاه موجود، وقد كان رائد هذا الاتجاه الإمام نور الدين الشوني رحمه الله. كانت طريقته في إيصال الخلق إلى الحق سبحانه وتزكية النفوس بالصلاة على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مأخوذ من الشريعة، أخذ من قول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال: كيف نخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف أخرج من ظلمات المعاصي إلى أنوار الطاعات؟ كيف أخرج من ظلمات الشهوات إلى أنوار الحضرات؟ كيف أنتقل من هذا إلى هذا؟ حينما يصلي عليك الله تنتقل. طيب كيف يصلي علي الله؟ أخذوها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يصلي عليك، صلاة الله عليك هي تزكية لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما كان مرشد الناس في أول الزمان، هو مرشد الناس في آخر الزمان، فتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتجعل لك وردا، أي ورد أفعل الذي يشرح له صدرك. وربما أرشدك الله أثناء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أرشدك إلى ولي، وقد حصل وأعرف أشخاصا من هذا، بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأولياء
والصالحين واجتمع بهم فتح الله له، حلت كل المشاكل، أزيحت كل العقبات. الثقل الأكبر يا جماعة والله العظيم هو المعاصي، الثقل الذي يثقلنا. إذا عندك تأويلات ومشكلات وحاجات وكذا تقول والله النصارى واليهود وما عارف إيش والأمم الأخرى كفار ومع هذا يعني لا يعانون، لا لا، عندهم معاناة شديدة جدا وأنت لا تعرفها، ونسب الانتحار عندهم أكثر بكثير من نسب الانتحار عند المسلمين. في البلاد التي تصنف في البلاد السعيدة عندهم مشكلات كثيرة غير المشكلات التي أنت تفكر فيها. هذه الفطرة الحبيسة والروح السجينة حينما يخالف الإنسان الفطرة فيعيش في ضنك، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا الضنك يعانون منه وأنت لا تشعر، يؤدي بهم الاكتئاب. أدوية الاكتئاب منتشرة جدا في بلاد الغنى والمال على مستوى اليوم والليلة، وربما كثير منكم فعل هذا وأنا أفعله. حينما نستغفر الله سبحانه وتعالى مع الفجر، مع بداية الفجر أو بين السنة والفريضة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله، نجد الله تعالى قد عجل لنا بالرزق وأعطانا رزقا. من أين جاء هذا الرزق؟ جاء من الاستغفار، هذه الذنوب أبعدت الرزق. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الاستغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو الورد العام عند أهل الطريق، كل الطرق تأخذ به، وجاء في كتاب والسنة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الصعوبة موجودة ليس فقط في البحث عن شيخ أو وجود شيخ أو الرحلة إلى شيخ، بل في التكاليف ذاتها. علينا نحن حينما نجلس لذكر الله هذا في مشقة، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يسددنا لنذكره. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مجربة وتنتهي بصاحبها إلى مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام واللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك منتهى السعادة. نسأل الله أن يكرمنا والسامعين جميعا بلقي النبي عليه الصلاة والسلام في لطف وعافية. الالتجاء إلى الله لنسأل عن الشيخ، نسأل الله تعالى أن يدلنا على المرشد الصحيح. حصل وجاءني دعايات وأشياء وكذا، هل أخذ من فلان أو لا أخذ؟ أرجع إلى الله مرة ثانية، يا رب أخذ عن فلان أم لا أخذ؟ استخارة. ثم استشارة العلماء، المستشار مؤتمن كما يقول سيدنا المصطفى الحبيب المجتبى عليه الصلاة والسلام، ليكون على بصيرة وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى، ليكون مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. الفتاة مثل الرجل، بالعكس الآن وسائل متاحة للنساء أكثر من الزمان الماضي. الزمان الماضي لابد أن تبلغ عن طريق زوجها مثلا أو عن طريق شخص آخر أو عن طريق رسالة، الآن رسالة صغيرة تصل للشيخ والشيخ يفتي بهذا أو يوجه أو يحل المشكلة سواء كانت علمية أو كانت سلوكية. فكما أن يعني الزمان الماضي يعني كان العلماء وكان الصالحون وكان الأولياء والرحلة إليهم يعني موجودة، أيضا هناك الآن تسهيل، والتسهيل هذا من الله سبحانه وتعالى. يمكن أن تتخذ شيخا بعيد عنك آلاف الكيلومترات ويمكن أن تتواصل معه وأن تراه وأن يراك، هذا من فضل الله تعالى علينا، وهذا من المغنم الذي جاء مع المغارم التي ندفعه. أيضا هذه المغارم لها مغارم أخرى، وهكذا الدنيا الغنم بالغر. لذلك لا نيأس ولا نمل ولا نكل ولا نترك الشيء لأنه شاق، لأن التكليف شاق أصلا. قال ربنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فحتى نصل إلى الفلاح والنجاح لابد من التعب والمشقة
أفلح يعني كأنه شق الأرض مثل الفلاح الذي يشقها. أسأل الله تعالى لنا ولكم القبول وأن يجمعنا بأوليائه وأحبابه، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.